أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة صديق المستهلك بمشاركة كافة ممثلي ومنسقي شركة السلع المعمرة. تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وتقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة. مبادرة صديق المستهلك الغرض منها هو إزالة الأسباب الشكاوى اللي تم تقديمها للجهاز من قبل المستهلكين. عدد الشركات احنا بنتكلم في 22 شركة موجودين النهاردة في الجهاز وبكرة وبعده. زمايلي في الجهاز هيقعدوا معاهم. كل شكوى بيتم حلها ان سبوت وانت قاعد، مش هياخد وقت انها تخلص. ال 3500 شكوى الموجودين في الجهاز دلوقتي في الوقت الراهن، احنا كنا بنتكلم على 22000 شكوى متبقي بس في شهر ديسمبر 3500. الشكاوي دي المفروض تنتهي خلال ال 15 يوم دول، نبدا 2024 بالنسبه للسلع المعمره بالذات ان احنا نبدا بصفر شكاوي.